إنه عيد ميلاد أمينة. هيا الأهل مائدة كبيرة من الجاتو والشوكولاتة وبعض الحلويات المتنوعة الأخرى. في الوسط قالب الجاتو مع 5 شبعات. الجميع هنا ما عدا أمينة. جميع الأطفال أيديهم خلف ظهورهم، فلقد أخفى كل واحد منهم الهدية التي سيقدمها إلى أمينة. هذه لك يا أمينة، إنها هديتي. وأنا أعطيك زهرة ربيع جميلة قطفتها من الحديقة. وهذه شاحنة البرتقالية الجميلة، إنها مكسورة قليلا ولكنها ما زالت تسير. وأنا أعطيك كرتي الجميلة. أنا وأزهر صنعنا لك رسما جميلا. يقدم غريغوري باصا رائعا جميلا ذا طابقين كما هو موجود في بلاده، يقدمه هدية إلى أمينة. زهرة تتقدم نحو أمينة وتعطيها قبلة كبيرة هدية. شكرا على كل هذه الهدايا الجميلة، قبلة كبيرة إليكم جميعا. والآن إلى المائدة، انتظروا، يجب إطفاء الشموع أولا. أمينة تطفئ الشموع دفعة واحدة. أحسنتي أحسنتي يا أمينة. أحسنتي أحسنتي أحسنتي. الآن يمكننا أن نأكل. هذا إنه لي. لا إنه لي. أريد هذا، إنه لي. أوه هيا أخذه، ليست هناك مشكلة، يوجد ما يكفي. أوه إنه لذيذ. أوه إنه لذيذ. أوه نعم، ولا سيما الجاتو بالشوكولاتة. أوه يا عرفان أنت هكذا. كي لا ترغب بعدم إضاعة الشيء، لذلك تذهب للبحث عن الشوكولاتة حتى على الشمعات. أما عقيل فإنه يلعق أصابعه بسرور ظاهر. البسكت أولاً أم الجاتو؟ غريغوري ساهم فتسقط الحلوى من يده. قنفوذ مستاء جدا لأن أحدا لم يفكر به أثناء الطعام. زهرة الوحيدة التي تلاحظ ذلك فترمي له قطعة. عيد ميلادك لطيف. أوه انظروا وجه زهرة مملوء بالشوكولاتة، سأنظفه. اسمحي لي. أوه لبست ثوبي بالشوكولاتة. وأنا لوثت حذائي. انظروا إلى كليلة لوثت حتى شعرها بالجاتو. أوه انظروا إلى المائدة، قلب سلوم فنجانه. أمينة أحضري شيئا نمسح به. صحيح، فات الأوان لأننا تأخرنا في إعطائها الممسحة، سيعاقبوننا. صحيح إننا تلوثنا قليلا ولكننا أكلنا جيدا، إنه عيد ميلاد جميل. نعم إنه كان بهيجا. شكرا لكم أيها الأصدقاء، سنعمل نفس الشيء في العام القادم إن شاء الله. Thank you.
واليابو نسوا.